اهلا وسهلا فيكم، مبسوطين كتير انه ننبسط مع بعض اليوم. مين فرحان؟ انا كتير مميز بنظر الرب، هو اللي خلقني بدقة وبحب. رنم للرب ترنيمة جديدة، رنم للرب يا كل الارض، رنم للرب باركوا اسمه. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد. الله بعد بدنا نلعب، بدنا نتعلم، بدنا نعمل كتير اشياء. بدنا امان، جينا من حلب عالشام مشان الامان، مشان نتعلم ومشان نلعب ونحس بالامان الواقعي بيناتنا. كيفك محمد؟ الحمد لله. شو عم ترسم هون؟ بيت. بيت؟ شو هالبيت الحلو؟ Il descend au Texas pour parler au shérif. Il a vu Billy rechercher Maroui. ليش رسمتي او كتبتي اسمك؟ لانه بحبه. بتحبي اسمك؟ ايه. يا عيني يا عيني، شو هالجريس الحلوه. برافو يا جريس. نحن ربنا بحبنا مشان هيك لازم نحب حالنا، صح؟ صح. برافو. شمعة، شو حلوة هالشمعة، مضوية هيك ومنورة. طيب شو بتعني لك الشمعة؟ بتعني لي لأنه ما في كهرباء بسوريا، ولأنه مشان يسوع ينور على سوريا. ينور علينا، آمين يا رب. ضلك دائما منور وحلو وشاطر لأنك ابن يسوع. أنا بتشكر الكنيسة كتير الحقيقة، بتشكرها على هالنشاط وبتشكرها على احتواء هالأطفال لحتى نضل عم نغرس بعقولهم وبقلوبهم أهم شيء ممكن، إنه هو يكون محرك للعطاء يلي هو المحبة والأخلاق.